لو شفت القرد ده لازم تكون حريص منه، اوعى تديله ظهرك ليغفلك. قرد الململه معروف بانفه الطويله وبينتمي لفصيل القرود العالم القديم، وموجود في جزيره بارونيو جنوب شرق اسيا، وممنوع ان هو يتعرض في اي حديقه حيوان، ودايما شايف القرود الذكر زي الانثى وما بيريحش نفسه ابدا، وشغال ال 24 ساعه في ال 24 ساعه. طبعا انتوا فاهمين انا قصدي ايه، عشان كده هو مهدد بالانقراض. اما القرد التاني اسمه بونوبو، وده المتحرش الرسمي في عالم الحيوان، وهو من فصيلة الشمبانزي، وبيشترك في جينات الإنسان بنسبة 99%، وده عملية الجماع عنده ممكن توصل لأكتر من 25 مرة في اليوم، عشان كده مهدد بالانقراض هو كمان.